رئيس الوزراء يؤكد ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وخطة تأمين الانتخابات لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر للتجوال. نسب إنجاز متقدمة في مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية وحراك متواصل لتنفيذ مشروع مدينة الصدر السكنية. الحشد الشعبي والقوات الأمنية يشرعان بعملية أمنية لتأمين شمال نينوى وعمليات استباقية في عدة مناطق لإنهاء تواجد داعش. أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السوداني ترأس اجتماع أمني خاص بكبار القادة من التشكيلات الأمنية المختلفة، وشدد على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد والتصدي لأي محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند إليها الخطط التنموية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الجانب الخدمي، مؤكدا ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون وفقا للسياقات الدستورية ومحاسبة كل من يعرقل إجراءها. أعلنت القيادة قيادة العمليات المشتركة أن القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني وافق على خطة تأمين الانتخابات المحلية، وأضافت العمليات المشتركة أن الخطة لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر لتجوال بعموم المحافظات، لكن وفق المعطيات وتطورات على الأرض قد تكون حالة معينة تتطلب إجراء حظر في منطقة أو مركز انتخابي أو قاطع معين. وأضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي أن حركة المواطنين ستكون طبيعية، إلا أنه ستكون هناك عطلة رسمية، وبين أن القطاعات الأمنية ستنتشر بشكل كبير مع وجود رؤية أمنية واستخبارية لتأمين كل مراكز الاقتراع بعموم المحافظات، وشدد على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة ومنع الاعتداء على المرشحين أو المراكز الانتخابية وأيضا القاعات الأمنية وفقا للقانون. المحمداوي ذكر أن هناك تنسيق عالي مع مفوضية الانتخابات، وأن ما يميز هذه الخطة هو تكرار الفحوصات لأجهزة المفوضية والبطاقات، حيث أن جميع الأمور تسير بالاتجاه الطبيعي. وأكد أن الانتخابات المقبلة تعتبر استحقاق وطني، حيث أن موعد التصويت الخاص هو يوم 16 من الشهر الحالي، أما التصويت العام فسيجرى يوم 18 من الشهر نفسه. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العدد الكلي للعاملين كموظفي اقتراع المصادق عليهم بلغ ما يقارب 200,000 موظف. وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات حسن سلمان إن العدد الكلي للعاملين كموظفي اقتراع المصادق عليهم بلغ ما يقارب 200,000 موظف. وأضاف سلمان أن دورات تدريب موظفي الاقتراع بدأت منذ 20 من تشرين الثاني، مستمرة لغاية الآن وعلى وجبتين صباحية مسائية. وأشار سلمان إلى أن الأجور التي ستمنح لموظفي الاقتراع هي 250,000 دينار لطلاب الكليات والخريجين، و 150,000 مع كتاب شكر للموظفين التابعين للوزارة. ومع اقتراب موعد الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات ما زال الكثير
من الناخبين لم يستلموا بطاقتهم الانتخابية، وهو ما رفع صوت المطالبات التي تحث أيضا على أهمية المشاركة الواسعة لتحقيق التغيير المنشود. التفاصيل في تقرير أحمد الزيدي. أقل من أسبوعين هو ما يفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء المجالس المحلية وتحقيق التغيير المنشود في المحافظات، وما يزال الكثير من الناخبين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن، الأمر الذي يحمل الناخب مسؤولية التوجه لاستلام بطاقته والمشاركة الفاعلة في الانتخابات لضمان اختيار الممثلين الحقيقيين القادرين على تحقيق طموحات المواطن في الخدمات والنمو الاقتصادي. الذهاب إلى إسلام بطاقة الناخب هو أمر ضروري ليستطيع المواطن العراقي استخدام شرعي لسلطته التي أتاح لها الدستور والقانون، أي من غير هذه القوة لن يستطيع أن يغير شيئا، وبالتالي من لديه عزوف عليه أن يتذكر بأنه لا يمكن تغيير هذا الحال لوجود إخفاقات سابقة على مدى أداء حكومي ووظيفي لا يمكن معالجته إن لم يذهب هذا الناخب إلى صندوق الاقتراع عبر استلام بطاقته ثم تأكيد حضوره باختيار الشخص المناسب. البحث عن البرامج الانتخابية الواقعية واختيار الشخصيات الكفوءة هو ما يجب على الناخب القيام به من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، فالاختيار على أساس المصالح الشخصية والفئوية الضيقة سيبقي المحافظات على حالها من دون تغيير بالواقع، وبالتالي ضياع فرصة التغيير المنشود عبر الطرق السلمية والديمقراطية. بما أنه المجال مفتوح بشكل جيد للجمهور بأن يدلي برأيه والمساحة واسعة، فيجب أن يكون الجمهور ذا مسؤولية عالية ووعي عالي بهذه المسؤولية لكي يدلي برأيه من أجل التغيير وليس من أجل دعم مرشح صديق أو مرشح قريب أو مرشح تربطه به علاقة معينة. وتشكل الممارسة الديمقراطية المقبلة أحد أهم الفرص للمواطن بتغيير واقعه الخدمي والاقتصادي، لا سيما في المحافظات المحرومة، كون المجالس المحلية ستشكل مصدر قوة وارتباط بالحكومة المركزية لاستحصال الحقوق وتنفيذ المشاريع التنموية. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. طرح رزاق سعود عبد الزيادي مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية رقم 129 عن محافظة نينوى، طبعا تسلسل 18، طرح برنامجه الانتخابي المتضمن استقطاب الشركات الاستثمارية في المحافظة. قال الزيادي إن رواتب الرعاية لا تتناسب مع أعداد السكان العالية وقروض العاطلين قليلة، وأضاف أن قضاء النجم تحول إلى مدينة صناعية لكن أغلب الأيادي العاملة أجنبية، فيما لفت إلى أنه سيكون من المطالبين بالإسراع بافتتاح منفذ الجميمة الحدودي. وتابع سعود أن دور مجلس المحافظة رقابي بالدرجة الأساس، ويطمح لأن يكون عمله مؤسسيا، ويسعى أيضا لاستقطاب الشركات الاستثمارية لتوفير فرص العمل. هذا ولاقت الحملة الدعائية لتحالف قوى الدولة الوطنية استحسان المواطنين في المثنى، حيث أثنوا على جهود الشباب الواعي الذين تميزوا بشرح البرنامج الانتخابي لتحالف قوى الدولة بطرق حضارية وسلسة. التفاصيل مع محمود قاسم. تميز واضح تسجله الحملة الدعائية لتحالف قوى الدولة الوطنية من خلال فرقها الشبابية ومرشحيها الذين اعتمدوا الحوار المباشر مع المواطن وشرح أولويات المرحلة المقبلة. برنامج سلس مريح، ما بيصخب، ما بيزعاج، بسيط لكن رسالته تصل إلى الناس من خلال مجموعة من الشباب الحلوين المرتبين على شكل خيم بالشارع، يقدمون برنامجهم الانتخابي، يعرضون أنفسهم للناس، يقولون يا احنا هذا برنامجنا الانتخابي، أنتم شنو رأيكم؟ الحملة حظيت بإعجاب مواطنين في المثنى كونها ابتعدت عن الطرق التقليدية في الحملات الانتخابية والتزامها التام بضوابط وتعليمات مفوضية الانتخابات. اللي لفت انتباهنا خلال هذه الحملة الانتخابية حملة انتخابية لتيار الحكمة من خلال المحافظة على الشوارع وجماليتها ووضع صور المرشحين في الأماكن
المخصصة لها، دعايتهم حضارية. تلاحظ قبل يوم جينا هنا لقيناهم يعني يصفون بالشارع، يعني نظموا حتى المطبات بالشارع حاولوا يصلحونها، مع هي مو اختصاصهم. شباب حضاريين مثقفين، حملة واعية مهنية، وحتى الشباب الواعين المثقفين ذو أخلاق وحافظوا على جمالية المنطقة أو المحافظة بصورة عامة. وتواصل كوادر تحالف قوات الدولة الوطنية حملاتها الإعلانية من خلال تواجدهم في كل منطقة بالمحافظة لشرح البرنامج الانتخابي. من المثنى محمود قاسم، الفرات. مشاهدينا، أناقش هذا الملف مع ضيفي من وسط، المرشح عن تحالف قوى الدولة الوطنية، الأستاذ مهدي جلود عطية. نرحب بك معنا سيد عطية في المرصد الخبري. اليوم تحالف قوى الدولة الوطنية وضع برنامج، هذا البرنامج طبعا متكامل في برنامج الانتخابي، طبعا ما مدى تطبيق هذا البرنامج فيما جاء في بنوده على أرض الواقع؟ حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. البرنامج الانتخابي هو واقعا يعتمد على الأشخاص اللي ممكن أن يصدرون إلى مجلس المحافظة. كل الإخوة اللي الآن أقدموا على الترشيح لمجلس المحافظة من إخواننا في قوة تحالف قوة الدولة يمتلكون وعندهم تعريف كامل عما يدور في الساحة من احتياجات المواطنين، من نقص في الخدمات. بالتالي وجوده في مجلس المحافظة وجود يقف على المشاكل ويبدأ بالمعالجة، تعتمد على الشخصيات اللي لها اطلاع كامل ومعرفة كاملة بكل ما يدور من نقص في الخدمات لدى المواطنين، من أمور معينة يحتاجها المواطن، تراكمات أدت إلى واقع حقيقة يحتاج إلى شخصيات مهنية تمتلك رؤى حقيقية فيما يدور في الساحة من أجل تطبيق البرنامج الانتخابي. تتحدث عن رؤية المستقبل، رؤية ما يقوم به أو ما سيقوم به المرشح. أنتم رؤيتكم المستقبلية سيد مهدي للنهوض بواقع المحافظة، لا سيما أن هناك في المحافظة أقضية نواحي عانت كثيرا، شو رؤيتكم للنهوض بواقع هذه المناطق؟ الله يعافيك. حقيقة دخولنا لهذا الميدان وميدان الترشيح للانتخابات هو ناتج من معرفة واطلاع كامل عما يدور في الساحة، من تحديد المشاكل الموجودة. لدينا أقضية، لدينا مناطق عديدة في المحافظة تفتقر للخدمات، تفتقر لأبسط سبل العيش. كذلك المحافظة هي غنية بكل مواردها الموجودة من منافذ، من أماكن سياحية، من منشآت زراعية، من كل هذه الأمور تحتاج إلى قوانين ومقررات أن تقف مع جنبة المواطن في تنمية هذه الأمور، في وضع حلول جذرية تماشيا مع الوضع الحالي من التغيرات، سواء تغيرات بالمنظومة المائية، تغيرات في المنظومة الاجتماعية، واقع التعليم أيضا نحتاج إلى كرؤية عامة بهذه الجنبة. نعم، بعد تحديد المشاكل الموجودة، بعد اطلاعنا على كل ما يدور في الساحة من حقيقة تخبطات تحتاج إلى شخصيات مهنية واقعية بتماس مع المواطن، متعايشة مع المواطن، تعرف مدى المشاكل الموجودة، بالإمكان التصدر للمعالجة. الواسط هي غنية بكل مواردها حقيقة، الموارد الموجودة تكفي لسد حاجة المواطنين، تكفي لسد احتياجات المواطنين، ولكن كيفية أو ما هي الآلية التي تتبع في طريقة المعالجة، ما هي الخطط الرئيسية التي ممكن أن ينطلق منها المرشح أو إذا حجز مقعده في مجلس المحافظة، لابد أن تكون هنالك آلية. وهذه الآلية حقيقة وضعنا خطط في تنمية كثير من الأمور المهمة التي تخرج إلى بر الأمان في للمحافظة. كذلك نحتاج إلى نعم
طرحت نقطة مهمة جدا أثناء حديثك وهي الواقع التعليمي. رسمتم استراتيجية واضحة للواقع التعليمي، سأضيف نقطة أخرى أيضا، الواقع التعليمي والواقع الصحي في محافظة واسط، أهمية تطبيقها، يعني شنو الحلول اللي وضعتوها فيما يتعلق بهذا الملفين المهمين؟ الحلول اللي نضع باتجاه الجانب الصحي والجانب التعليمي هو ناتج من معرفة ما يدور من الواقع التعليمي. حق احنا الان في سنة 2023 وما زال لحد الان هنالك مدارس كرفانات اخي العزيز، هنالك واقع مرير للواقع التعليمي. يعني في بعض المناطق ثلاث شفتات من الدوام او ثلاث مراحل ما بين ساعتين تأتي فئة معينة وساعتين أخرى تأتي فئة معينة. احنا في أي زمن؟ نحن في زمن التطور، في زمن الوقوف على هذه المشاكل يفترض من سنوات سابقة. واقع التعليم في عدد من المناطق الأقضية وخصوصا المناطق القريبة، مناطق النائية اللي هي أكثر عطاء، أكثر زخما، أكثر تواجدا للبراعم وللأبناء اللي ممكن أن يدخلوا المدارس الابتدائية والمتوسطة. على العكس نشاهد كثرة مناطق وكثرة العدد السكاني مع قلة المدارس وقلة الإمكانيات. نحن في 23 مدارس موجودة مدارس كرفانات يا أخي. هذه الأمور تحتاج إلى من يعرف ويستدل ويمكن أن يحل، أن تحل هذه المشاكل. هاي جانب التعليمي حقيقة، إضافة إلى توزيع الكوادر في عدد من المدارس يحتاج إلى دراسة متكاملة في كيفية وضع الخطط اللازمة على تنمية المدارس. من هذا يعني نشاهد بعض المدارس تحتاج إلى كوادر وأخرى فيها زخم من الكوادر. هذا جانب. الجانب الآخر الجانب الصحي. الجانب الصحي يحتاج إلى قرارات حازمة بوقف على المشاكل الموجودة. الآن كثير ما تواصلنا مع مجتمعنا ونزلنا إلى ميدان المجتمع أخي الكريم، مؤسسات الصحية حقيقة من يروح المراجع، هو من يراجع؟ يراجع الإنسان الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة وزينها. كثير من المؤسسات الموجودة الحكومية الواقعية، الله كلامك واقعي جدا المؤسسات مهدي. ولكن وقتنا ضيق، يحتاج وقت أكبر إن شاء الله في برامج أخرى، نشرات خبرية، مرصد خبري آخر، نكون قد توسعنا معك في الحديث. من واسط المرشح عن تحالف قوى الدولة الوطنية الأستاذ مهدي جلود عطية، كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أن مشاريع فك الاختناقات المرورية ضمن الحزمة الأولى تسير وفق الجدول الزمني المخطط، فيما أشارت إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع مدخلي بغداد مع ديالة والكوت. المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار ذكر أن مشروع تقاطع الفنون الجميلة من المشاريع التي حققت نسب إنجاز متقدمة، ومن المتوقع إتمامه بالكامل في الربع الأول من العام المقبل، فيما أشارت إلى أن نسب الإنجاز في طريق مدخل بغداد ديالة من جهة الشعب وصلت إلى 90%. أضاف أيضا أن النسبة في مدخل بغداد الكوت بلغت من جهة بسماية 87%، منبها إلى أن نسب الإنجاز متقدمة وتجري وفق ما مخطط له. إلى ذلك أجرى رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يرافقه وزير الإعمار زيارة ميدانية إلى مشروع تطوير ساحة النسور وسط العاصمة بغداد ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية. وتفقد السوداني في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء سير العمل في المشروع والتقى العاملين واستمع إلى عرض مفصل عن مستوى الإنجاز وأبرز المعوقات التي تواجه العمل، ووجه بسرعة معالجتها، وثمن السوداني كل الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل تنفيذ هذا المشروع الخدمي الحيوي المهم، فيما وجه بضرورة الحفاظ على وتيرة العمل المتصاعدة والالتزام بالتوقيتات الزمنية مع الالتزام بالمواصفات والمعايير العالية لجميع المشاريع
بما يتعلق بالتصاميم والكشوفات. ستة عشر مشروعا هو عدد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية، جميعها تم تنفيذها ما عدا مشروعين سيطلقان قريبا. مواطنون رأوا أهمية تلك المشاريع وأشاروا إلى أنها ستخفف كثيرا من الازدحامات وسط العاصمة بغداد. تقرير حسين ياسين. بوتيرة عمل تصاعدية يسير تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، حيث وصلت مراحل الإنجاز في العديد من تلك المشاريع إلى مراحل متقدمة، سواء على مستوى مداخل العاصمة أو المجسرات والأنفاق المتوزعة على جانبي الكرخ والرصافة. حاليا يجري العمل في 14 مشروع، يعني يجري العمل الفعلي بهذه المشاريع، وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، وإن شاء الله يعني سيشهد منتصف عام 2024 افتتاح عدد من هذه المشاريع ودخولها الخدمة. إن شاء الله هناك مشروعين آخرين سيعلن البدء بانطلاق العمل الفعلي بها، اللي هو مشروع جسر الجادرية اللي ممتد من مقتربات أبو نواس من جهة زها حديد باتجاه القادسية، وأيضا عندنا مجسر المصافي وربط جسر الطابقين بالجسر المعلق. حال ما ان شاء الله يعلن عن بدء العمل بهذه هذين المشروعين نكون احنا قد اكملنا متطلبات الحزمه الاولى البالغه 16 مشروع. ومن الجوانب المهمه التي نشطت من الحركه الميدانيه لتنفيذ هذه المشاريع ازاله جميع التعارضات وتهيئه التصاميم اللازمه لمعالجه مشاريع البنى التحتيه التي قد تعيق سير انجاز تلك المشاريع، وبالتالي ارتفعت مع ذلك نسب النجاح. اتمنى انه هذا الموضوع يتحقق، تتحقق هذه المشاريع انه تفيد بلدنا وتفيد بالاخص العاصمه. الحلول التي وضعت الحكومه الحاليه من اجل بناء مجسرات وطرق سريعه اعتقد هي ليست معالجات ثانيه وانما ستاخذ اوقات بعيده. ونتمنى ان شاء الله تعيد هذه النشاطات في سبيل تكون ما موجودة الزحامات بالشوارع لأنها تأثر سلبا على الواقع المواطن. ويبلغ عدد المشاريع التي أطلقتها الحكومة ضمن حزمتها الأولى لفك الاختناقات المرورية 19 مشروعا، وتم بعد ذلك دمج البعض منها وأصبحت 16 مشروعا. ووفقا للجداول الزمنية من المرتقب أن يتم مطلع العام القادم تسليم عدد من هذه المشاريع ليتم افتتاحها بشكل رسمي. حسين ياسين، الفرات، بغداد. عقدت أمانة بغداد مؤتمرا في العاصمة بشأن الشركات الراغبة بتنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة. إعلام الأمانة أكد أن المؤتمر عقد لإعلان المناقصة بشأن البنى التحتية للمشروع والذي يقع بين صدر واحد وصدر اثنين والمعامل، مشيرا إلى أن هذا المثلث سيضم 60,000 وحدة سكنية، فيما لفت إلى أن 22 شركة حضرت المؤتمر وتمت الإجابة عن جميع استفساراتهم من قبل دائرة العقود. أمانة بغداد المناقصة المهمة جدا لمدينة الصدر اللي أطلقها دولة رئيس الوزراء، المدينة الجديدة اللي تقع بين الصدر واحد صدر اثنين والمعامل، هذا المثلث اللي هو تقريبا 60,000 وحدة سكنية تحدثنا عنه كثيرا بما يتعلق بالشهرين الماضي، كان هي فرصة المكاتب الاستشارية التي انحالت لها البنى التحتية والتصاميم الأولية كمدينة داخل مدينة. اليوم هذه الشهر بعد ما خلصان احنا حبينا كدائرة تصاميم وكدائرة العقود ودائرة التخطيط والمتابعة ان يلتقي بالسادة المعنيين من الشركات اللي هم هذا العمل على المستوى العالمي والمحلي والدولي والمستوى العراقي. حضروا هذه الشركات تقريبا 22 شركة حضرت، سمعنا اسماءهم وسمعنا اسئلتهم وسمعنا مواصفات اللي يريدوها. طبعا هذه المواصفات والاجوبة راح تجاوب عليها دائرة التصاميم، دائرة العقود، دائرة التخطيط والمتابعة حتى يكون واضحتهم قبل الغلق. الغلق راح يكون يوم 19، ومن بعد الغلق راح تكحال إلى شورتلس، إلى قامة قصيرة، ويبدأ التنفيذ المحتمل والمتوقع يبدأ التنفيذ في 19 من شهر 1 2024، أن تحال الانفراستراكشر، البنى التحتية، الماء، الكهرباء، المجاري، الطرق، زائد الاتصالات.
كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية حجم الخدمات التي يقدمها فريق الجهد الخدمي للأحياء السكنية في مختلف القطاعات البلدية والماء والمجاري والكهرباء والتربية والصحة، خاصة المناطق العشوائية المحرومة التي لم تصلها الخدمات أصلا طبعا. وأكدت اللجنة أن الفريق قام بتنفيذ مشاريع في 23 منطقة من أصل 105 مناطق مستهدفة، حيث تم تقديم الخدمات من مياه ومجاري وبنى تحتية لإصلاح المجاري التي صممت بشكل عشوائي من قبل المواطنين. وأشارت إلى أهمية مراقبة وتقييم الخدمات المقدمة من قبل الفريق والهيئات الحكومية، مؤكدة على دور اللجنة النيابية في متابعة المشاريع وتحديد الإشكاليات والإخفاقات التي تعترض سير العمل. أحيى المؤمنون في العراق زيارة القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام بذكرى وفاته وسط انصفار أمني وخدمي منقطع النظير. همام الموسوي والتفاصيل. من كل عام تستقبل مدينة القاسم المقدسة زيارة وفاة الإمام القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام استعدادات أمنية وخدمية ولوجستية لهذه الزيارة. الأمانة الخاصة للمزار الشريف أعلنت عن توفير كافة اللوازم لهذه المناسبة الأليمة. الأمانة الخاصة للمزار الشريف أخذت جميع استعداداتها بالنسبة لاستقبال الزائرين واستقبال المواكب الحسينية المعزية والمواكب الحسينية الخدمية، حيث قمنا بتهيئة الأماكن القريبة من الصحن القاسمي المطهر، وهي منطقة توسعة جديدة بنصب المواكب الخدمية في هذه الأماكن، كذلك استقبال المواكب العزائية داخل الصحن الشريف، وكذلك استقبال الزائرين الكرام، وكذلك إقامة المجالس الحسينية في هذه الذكرى والفاجعة الأليمة. استعداداتنا كاملة بكل ما عندنا، بحيث أنه عندنا المضيف من وجبة فطور إلى غداء إلى عشاء، بحيث نوصل إلى حد 10 إلى 15 ألف نفر نجهز باليوم الواحد، ويزيد يعني البارحة زاد أكثر على هذا العدد، واليوم عندنا وباكر لأن بدينا الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة أسبددناها. البارحة قلت لهم بتستمر للجمعة، لأن الجمعة عندنا كربلاء وبعقوبة والكوت وراح يجون على باسر على الجمعة. الزيارة المليونية لم تقتصر على أبناء المحافظة، بل كان حضور واضحا للمحافظات الأخرى في هذه الزيارة التي اتشحت بآداب زيارة الأربعين في كل النواحي، فالسير على نهج وخطى الإمام الحسين عليه السلام كان حاضرا على وجوه المؤمنين المعزين. زوار من أهل الناصرية، نزور الحمزة الغربي ونزور الحمزة أيضا الشرقي الغريفي، ونجي هنا كل سنة، وهنا عندنا أصدقاء وعندنا معارف ولله الحمد بفضل هذه الزيارة. ونشكر المواكب والخدمة اللي يقومون بهذه التغطية ولهذه المواكب، يعني طول الطريق شفنا أكو أكل وثوابات رحمة من الله. إحياء المراسيم العزائية لأهل بيت النبوة عليهم السلام تمثل الامتداد الحقيقي لتلك الرسالة الحسينية الخالدة. أحيوا أمرنا أهل البيت، رحم الله من أحيا أمرنا. من مدينة القاسم المقدسة جنوب محافظة باب الهمام الموسوي، الفرات. في ختام المرصد الخبري نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.